السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، اخباركم ايه؟ النهاردة هنتكلم في حاجة بسيطة، وفي اذكار الصباح والمساء وفضلها العظيم عند ربنا. والانسان لو يحب السعادة ويريد السعادة في الدنيا والاخرة، الصلاة على وقتها، يعني الاذان يأذن نبدأ نتوضأ ونصلي الصلاة في وقتها. بالنسبة لصلاة الفجر، اللي بيصلي الفجر في جماعة بيظل في حفظ ربنا لحد الفرد التاني. اللي بيصلي صلاة الفجر في جماعة بركعتي الفجر بالدنيا وما فيها، اللي بيصلي الفجر ربنا بيديله نور في الوجه زي قيام الليل بالظبط. صلاة الأوابين اللي هي بعد صلاة الفجر من الساعة 7 لحد الساعة 11، دي صلاة الأوابين. بدل الإنسان منا ما يصدق ب 360 ريال أو 360 جنيه عن المفاصل بتاع الجسم كلها، دول بركعتين الضحى. الرسول عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الأوابين. بالنسبة للأوقات اللي الدعاء فيها مستجاب، هم خمس أوقات: التلت الأخير من الليل، وطبعا ده كلنا عارفينه مفيش كلام، ربنا بينزل من السماء الدنيا يقول هل من مستغفر، هل من سائل أعطيه، هل ربنا بينزل في الوقت ده، بيبقى الدعاء مستجاب. بين الأذان والإقامة الدعاء بيبقى مستجاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. يوم الجمعة والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه ساعة، والرسول قال اتحلوها من بعد صلاة العصر، بيكون الدعاء مستجاب من بعد صلاة العصر يوم الجمعة. والله كمان فضل سورة البقرة يا حبايب قلبي فضلها عظيم عند ربنا. يعني كل يوم الإنسان منا له ورد يومي، له ورد يومي، يقرأ الورد اليومي بتاعه ما شاء الله تبارك الله، جزء من البقرة، جزء من سورة البقرة، سورة ياسين ما شاء الله تبارك الله تمنع عطش يوم القيامة ولما قرأت له، وسورة الواقعة اللي بيقرأها عمر ما بيشوف فاقة اللي هو الفقر، عمره بيشوف فقر في أبدا في حياته، وسورة الملك دي المنجاة من عذاب القبر، وربنا ذكرها وقالها يعني. وفي أدعية ما شاء الله تبارك الله بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وانت تاني رجلك، ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال كده، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دول 10 بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ما شاء الله عليهم. يعني الإنسان بيفضل في حفظ ربنا ما يقول العشر دول، وبعد وطبعا بعد ما بتصلي وانت قاعد بعد الصلاة ادعي ما شئت في الصلاة بعد الصلاة، وانت لسه بعد ما تخرج من التحيات، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لبنته، لما كان ما كانش عندها اكل وجوزها زوجها قال لها يا بابا جاي له غنايم، ابوك جاي له غنايم روحي له، وراحت لابوها قال لها انا اقول لك على دعاء ولا تاخدي الغنايم، قالت له بابا قول لي على الدعاء. والدعاء هو يا حبايب قلبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ورحم المساكين وارحم الراحمين، تقولي بقى اللهم ارحم ضعفي، اللهم ارحم مرضي، اللهم زوج لي اولادي، اللهم ارزقني من واسع فضلك، اللهم سخر لي ملائكه السماء وجنود الارض، اللهم افتح عليا. وربنا سبحانه وتعالى يا حبايب قلبي كريم حنون عطاء، ربنا سبحانه وتعالى بيستحي ان العبد يرفع ايده ويردها فاضيه. ربنا سبحانه وتعالى بيستحي ان العبد يرفع ايده كده ويقول السماء ويقول يا رب وربنا يردها فاضيه. حتى لو ربنا ما استجابش في نفس اليوم، في نفس الاسبوع، في نفس الشهر، بس ربنا كريم وحنون وعطاء. ويا حبايب قلبي اوصيكم بالصيام اثنين وخميس، الرسول عليه الصلاه والسلام قال صوموا تصحوا الاثنين والخميس، او على الاقل يومين في الشهر او ثلاث ايام في الشهر، اللي هم الثلاث ايام البيض اللي هم بيبقوا في نص الشهر. يعني بص كل حاجة ربنا بذكرها في القرآن، وكل حاجة بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأي حاجة يا حبايب قلبي انت عاوزينها، وإلى اللقاء في فيديو آخر، ولا تنسونا من دعواتكم، ودعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.